اهلا وسهلا بيكم. ايه هو الصداع؟ الصداع هو وجود وجع في الراس. احيانا بيجي لنا مريض خاصه اللي هو الصداع اللي بسبب اسباب نفسيه ويقول لا يا دكتور انا عندي وجع في راسي جامد، ده مش صداع، ده حاجه فظيعه، حاجه اشد من الصداع. الحقيقه احنا اي وجع في الراس احنا بنسميه صداع. صداع اسبابه كتير، وهو زي ما بنقول هو اشهر الاعراض اللي في الطب. اسبابه قد تكون عضويه وقد تكون نفسيه. الأسباب الشائعة دي حاجات زي الجفاف، قلة شرب المية، يزيد في رمضان مثلا قبل الفطار على طول، يزيد لو واحد ماشي في الشمس فترة طويلة، اشتغل وعرقان وبينسى يشرب مية، الأنيميا، فقر الدم، نوع مشهور جدا الصداع النصفي. الصداع النصفي ده بيسموه بالعربي الشقيقة، يقصدوا بيه إن هو صداع بيجي في نص الراس. الحقيقة اللي هو الميجرين يعني هو مش لازم يجي في نص الراس، والنصف ده مش عكسها كلي، يعني مش صداع كلي بيجي في الراس كلها وصداع نصفي بيجي في نص الراس، لا. هو مشهور او يعني الكلاسيك، النوع الموصوف يعني في الطب كلاسيك نموذجي يعني بيجي في نص الراس، انما الشائع هو ممكن يجي في الراس كلها، ممكن يجي في جنب واحد، ممكن يجي في فوق، ممكن يجي في اي مكان. بالمناسبه مكان الصداع كتير ما بيبقالوش فايده قوي في التشخيص. تشخيص الصداع بيعتمد على يعني اجراءات اخرى في الغالب مش منها مكان الصداع. ايه اسباب الصداع؟ الصداع اسبابه كتيره جدا، يعني لست طويله، لكن احنا نقدر نقول ان اي حاجه في الراس ممكن تعمل صداع. زي ما قلت في حاجات عضويه وحاجات نفسيه. الحاجات النفسيه دي خلاص بره، دي مسيطره على الراس، فوق المخ زي ما بنقول. انما الحاجات العضويه دي حاجات قد تكون في الراس وقد تكون بره الراس. الحاجات اللي في الراس قد تكون من المخ او من داخل الجمجمه، وقد تكون من خارج المخ. خارج المخ زي العين مثلا، اضطرابات الابصار او عيوب الابصار، قد تكون من الانف، قد تكون من الاذن، قد تكون من السنان. المخ قد يكون حاجه بسيطه زي ما قلنا صداع نصفي، قد يكون حاجه شديده زي ورم في المخ او نزيف او حاجات زي كده او استسقاء في المخ. دي الحاجات اللي هي الخطيره من اسباب الصداع. الحاجات اللي بره الراس زي مثلا حاجه مشهوره جدا الامساك. الامساك ممكن يعمل صداع، وده حاجه بره الراس تماما. عشان كده مفيش حاجه اسمها انا عايز علاج للصداع، يعني مفيش حاجه اسمها اروح للصيدلي انا عايز بس برشامه للصداع، مفيش حاجه اسمها كده في الطب، مفيش حاجه اسمها كده، لان الصداع ده هو يعني يمكن هو الطب كله. فانا لازم اعرف هو الصداع ده بسبب ايه، اولا استبعد ان هو سبب وحش، وبعدين هو لو سبب بسيط بقى اعالجه براحتي، اعالجه دلوقتي بكره بعده، عايز اخد مسكن مش مشكله. انما لازم الاول اشخص ايه سبب هذا الصداع. التشخيص غالبا هيعتمد على الرنين المغناطيسي، وده من الفحوصات الاوليه والبدائيه في جراحه المخ والاعصاب لتشخيص الصداع، مش هو الفحص الفظيع اللي هو اخر حاجه هنلجا له زي ما بعض الناس بتتصور. لا، هو بالنسبه لنا في جراحه المخ والاعصاب فحص اولي مبدئي، بدايه كده عشان نقول السلام عليكم ونعرف حاجه عن المخ، هنعمل رنين مغناطيسي. ارجو اكون افدتكم وشكرا لكم.